سيداتي أوانسي سادتي حضرة الرياضيين، مساء سعيد وأهلا بكم جميعا. والدولي، لذا يعتبر لقاء اليوم اختبارا جديا لعناصر المنتخب الوطني قبل اللقاءات الدولية الرسمية. وهكذا إذن، وبعد اللقاءات السابقة ضد الفريق الوطني التونسي ونادي إبسويتش تاون الإنجليزي وكارل سايزينا، وأيضا رغم أن هذا الفريق قد ترك انطباعا حسنا لدى جل الرياضيين والمشاهدين، يحتضن هذه المقابلة التي تجري تحت الأضواء الكاشفة ملعب 5 جويلية الأولمبي بشراقة، وتجري أمام جمهور، والجمهور قليل وحقيقة شيء يؤسف له في مثل هذه اللقاءات الكبيرة. ربما تفضل سيتون، سيتون يعتبر الحارس الثاني لفريق نوتنغهام فورست، إذ نجد الحارس الأساسي والرسمي متغيبا في لقاء اليوم وهو هانس فان بروكن. الحارس سيتون الذي كنت أذكر بأنه الحارس الثاني لفريق نوتنغهام فورست، الحارس الأساسي والرسمي للفريق هو هانس فان بروكلان المتغيب، حارس نوتنغهام فورست وهو في نفس الوقت حارس المنتخب. ويمثل الفريق الوطني الجزائري في لقاء اليوم كل من دريد، قندوز، بالعباس، بالخيرة، سرار، جفجاف، بويش، بن شيخ، بن سولة، بلومي، ياحي. في الاحتياط عندنا عثماني كحارس ثاني، و بالرزقة رئيسي بمساعدة كل من تيغيلت وبغدادي. الثلاثة يلعبون مع الفريق الاسكتلندي، والثلاثة الباقيين يلعبون ضمن منتخب انجلترا. هم اندرسون، بيرتلز، وهوج الذين يلعبون ضمن المنتخب الانجليزي. وهناك ثلاثة لاعبين يلعبون ضمن المنتخب الاسكتلندي. خطيرة داخل منطقة الجزاء بالنسبة للمنتخب الوطني في بطولة انجلترا. طبعا من أندية الدرجة الأولى. تماس لصالح المنتخب الوطني، بن شيخ، راوغ، جفجاف لقندوز، طويلة من قندوز في اتجاه وراء فتحة، بن شيخ، بن شيخ لراوغ ينطلق يتركها لبن زحاولة، بن شيخ، بن شيخ، بن شيخ يراوغ ينطلق يتركها لبن زحاولة. نوتنغهام فورست يجد بوير، بن شيخ حاول يراوغ، تمريرات قصيرة لكن منسقة بين عناصر المنتخب الوطني.
قندوز لبن شيخ، محاولة الانطلاق من وسط الميدان بالنسبة للاعبين الجزائريين. ينطلق بن شيخ في اتجاه بلومي، فرصة ما خرجتش الكرة، فتحة مراقبة بصدر من بلومي وضربة خطأ. الى المحاولة تاع جفجاف، ارضية جانبية، ويجد جفجاف وبن شيخ. ماجر ينطلق في الدقائق العشرين الاولى من الشوط الاول، بينما تغير وجه اللعب بعد دخول كل من كويسي ومرزقان وايضا ماجر في الاخير. نذكر بتشكيلة الفريق مرة اخرى، عندنا الشيخ طويلة، بينما هو سوين عندنا رقم 4 فيركلو المنتخب الوطني، كل من دريد قندوز بالعباس بالخيرة، عندنا ايضا جفجاف بويش بن شيخ، لا بويش كان غادر، قندوز قائد المنتخب الوطني بن شيخ راقب كورتو، جفجاف يتركها لماجر، ماجر في اتجاه بن زحاولة، ما يتمكنش حقيقة فرصة بن زحاولة. بلومي ماجر يفضل يرجع لورا، قندوز لصالح نوتنغهام فورست، ضيعها وولش، استفاد من ركنية من تنفيذ اللاعب نفسه وولش، نفذ الركنية، الدفاع يتجمع ويتدخل ويبعد الكرة، وانطلاقة لصالح المنتخب الوطني الجزائري. بن شيخ على الجهة اليمنى، بن شيخ ينطلق، يوجد ماجر، تمريرة خلفية جميلة في اتجاه بن شيخ، تنسيق في اللعب، وهناك بلومي، ماجر، بن شيخ يراوغ، الخيرة لياحي، جفجاف، بلومي لقندوز، تمس بلومي، كويسي جميلة، ينطلق كويسي، فتحة، والدفاع يتدخل، بن شيخ، بن شيخ ينفلت، يدخل منطقة 18 متر ويوجه القذفة تاعه ولكن جانبية،
جميلة اللقطة تاع بن شيخ في دقيقة خطيرة للدفاع. كانت مرزقة براسو هجوم عكس انطلاقة ماجر للجهة اليمنى. ماجر يدخل منطقة 18 متر يحاول يراوغ استفاد من مخالفة قندوز دخل براسه ومرزقان بن شيخ وبلومي ماجر مرزقان قد فتحوا تصطدم بالدفاع وبن شيخ يعاود الكرة بعد اخذ ورد وبعد مرزقان قد فتحوا تصطدم بالدفاع وبن شيخ يعاود الكرة والحرس يا ماجد بعد اخذ ورد وبعد جراي ماجد بن سولة بن شيخ على حدود 18 متر يتركها لماجر قد تصطدم بأحد المدافعين وكويسي جميلة جف جاف كبيرة على مرمى نوتنغهام فورست بن شيخ كاميرا خلفية جميلة لكويسي دفاع المنتخب الوطني الجزائري وبن شيخ بن شيخ في انطلاقة أمام مزياني مرر الكرة تركها لماجر بن شيخ مرة أخرى في وضعية جناح أيمن يدخل منطقة 18 متر يتعدى من قلب الدفاع يونغ ويرسل يفتح في اتجاه المرمى كما كانش مهاجم لتلقي هذه الكرة أو الفتحة الجميلة اللي كانت من بن شيخ جفجاف ينطلق هو الأخ ينطلق يدخل منطقة 18 متر وكاد كاد يسجل الهدف الرابع جفجاف نعم ممتاز يتميز بطول القامة واللياقة البدنية أندرسون وبن شيخ في انطلاقة سرعة سريع بن شيخ ينطلق فرصة نزال الكرة عند بن شيخ وفي النهاية مزياني في وسط الميدان في اتجاه ماجر على الجناح ماجر ينطلق ومن بعيد حاول يجرب حظه رغم قوة القذفة إلا أنها كانت عالية قليلا في هذه الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني والمقابلة ماجر حاول يجرب حظه